السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي. حسب توجيهات وزارة التربية ومديرية القرية الثالثة وإدارة مدرسة جوهرة العلم، استمرارية التعليم عن طريق التعليم الإلكتروني. أتمنى من تلاميذي الأعزاء أن يواصلوا التعليم بمادة الرياضيات عن طريق صفحة المدرسة وعن طريق قناة المدرسة على اليوتيوب. نستمر في دراسة الفصل مادة الرياضيات الفصل الخامس بعد نصف السنة، فصل الخامس النسبة والتناسب. أخذنا بالجزء الأول من السنة الدراسية فصل الرابع اللي هو يحتوي على الكسور، الكسور الاعتيادية والكسور العشرية، تتضمن عمليات أربعة اللي هي جمع الكسور وضرب الكسور وطرح الكسور وضرب الكسور وقسمة الكسور. اليوم الفصل الخامس راح ناخذ اللي هو متكون من النسبة والتناسب. الفصل الخامس راح ناخذ الكسور هو جزء من الفصل الخامس، يعني مرتبطين بالكسور. إذا فهم الفصل الرابع راح تفهم النسبة والتناسب اللي هي عبارة عن خط كسري وبسط ومقام من نفس النوع. نجي الفصل الخامس، أول موضوع به موضوع النسبة. شنو معنى النسبة؟ النسبة هي مقارنة بين كميتين لهما نفس النوع أو نفس وحدة القياس. شنو معنى نفس النوع؟ يعني نفس النوع يعني مثلا عندنا إنسان مع إنسان، لون مع لون، وحدة اللي هي كيلو غرام مع كيلو غرام، أو المتر مع المتر، سنتيمتر مع سنتيمتر، وهكذا. شلون راح أحول النسبة إلى عملية رياضية؟ إحنا كلمة نسبة علمتكم آني نعطينا هو كلام. آني من أجي أحل إلى طريقة الرياضيات، أحول إلى أرقام وكسور وهكذا، حسب المطلوب من عندي في السؤال. نعمل خط كسري، راح أسوي خط كسري يحتوي على بسط ومقام. البسط والمقام يكونون من نفس النوع، من نفس النوع ما يصير يكون نوعين. النسبة هي أنا ذكرت لكم إياها كميتين لهما نفس النوع، نفس النوع أو نفس وحدة القياس. نجي إنسان مع إنسان، إنسان إلى إنسان، لون على لون، كيلوغرام على كيلوغرام، مثال بسيط. نجي أو طريقة ثانية، طريقتين للنسبة، خط كسري أو هذه النقطتين الشارحة، انتبهوا عليها، هذه النقطتين الشارحة. إنسان إلى إنسان، شلون تقرأ؟ تقرأ إلى، شلون تقرأ؟ تقرأ إلى. إنسان إلى إنسان، لون بعض، هاي النقطتين الشارحة، إلى لون، كيلو غرام إلى كيلو غرام. ناخذ مثال سلة تحتوي على قسم وردات، منها ست وردات حمراء وثلاث وردات بيضاء. المطلوب هو ما نسبة الورود الحمراء إلى العدد الكلي للورود؟ معطينا عدد كلي، يعني نسبة الورود الحمراء اللي نعطيها هي العدد الكلي للورود. المطلوب الثاني ما نسبة الورود البيضاء إلى العدد الكلي للورود. عندنا هذه سلتنا الموجودة بها ورود مجموعهم مش قد؟ مجموعهم تسعة. خلينا نحسبهم، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهذه خمسة، سادسة، سبعة، ثمانية، تسعة. ست وردات حمراء، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هذه حمراء. نجي نحسب البيضاء، وثلاث وردات بيضاء، واحد، اثنين، ثلاثة. شي يريد هو المطلوب مالتي؟ يريد النسبة الورود الحمراء إلى العدد الكلي. شقد احنا كم وردة عندنا بالسلة؟ عندنا تسع وردات، شوفوا تسع وردات. ما نسبة الورود الحمراء؟ المطلوب ما نسبة الورود الحمراء إلى العدد الكلي للورود. طلاب تلاميذ، أني معلمتكم إنه كل هو يعطينا مسألة عبارة عن كلمات، أنا شحولها إلى رياضيات، تذكرون بالجزء الأول.
نجي كلمة نسبة هي موضوعنا اليوم اللي هي كلمتنا الجديدة. هاي النسبة أحولها إلى خط كسر، أحولها إلى خط كسر. أجي أحولها كلمة نسبة أحولها إلى خط كسر. الورود الحمراء، الورود الحمراء إلى، إحنا متفقين إلى همينة كلمة كسر. كلمة حرف إلى هو معناها هم كسر، متعلمين بالفصل الرابع فصل الكسور. إذا العدد الكلي 100 للورود، هذا عدد كل الورود راح أكتبه يساوي. هسه أنا رتبت المطلوب، المطلوب أحوله إلى أرقام. المطلوب مش أحوله إلى أرقام، إن هو يتحرى رياضيات ما يلبس كلام. شو يسوي بالكلام؟ الورود الحمراء ايش قد تذاكر اياها؟ ارجعوا على السؤال، وين الورود الحمراء هاي؟ ست وردات حمراء. مو هاي كلمة ورود حمراء هي اللي فوق بالبسط؟ اخليها بالبسط. الرقم مالتها اخليه بالبسط. تمام ماما؟ نجي. العدد الكلي للورود. سلة تحتوي على 9 وردات، هي السلة كلها. ايش كم وردة بيها؟ 9. 9 وردات. هذا اللي كان الحل تمام. الطريقة الثانية اللي هسه علمتكم اياها مال مرتين شرحها يساوي الستة بالبداية، الخط الكسر شلون احوله؟ احوله إلى نقطتين شارحة، الخط الكسري احوله إلى نقطتين شارحة وتسعة راح تكون المرتبة الثانية، يعني الجزء الثاني. هذا المطلب الأول، نرجع على المطلب الثاني وما نسبة الورود البيضاء، نفس الحالة. نسبة الورود البيضاء، نسبة الورود البيضاء. كلمة حرف إلى شحوله كسر، خط كسري حوله إلى خط كسري. منه العدد الكلي للورود، العدد الكلي للورود. بس احنا نرجع نقول انه هذا كلام، انا ما اقدر بس كلام، لازم احوله الى رقم. نسبة الورود البيضاء ايش قد عندي؟ ارجع على سؤالي، اقرا وين الورود البيضاء ابحث عنها؟ هذه الورود البيضاء ايش قد رقمها؟ 3. هي بالبسط، لازم اخلي 3 بالبسط. العدد الكلي احنا لازم نعرفه هو 9. 3 على 9. اجي احولها الى الطريقه الثانيه مال النسبه، 3 على 9 احولها الى نقطتين شارحه، بس 6 عفوا 3 3 الخط الكسر شو راح يتحول؟ الى نقطتين شارحه 9. هاي النسبه، هذه النسبه شلون اتعامل وياها. ناخذ مثال اخر، مثال ثاني لموضوع النسبة. إذا كان عمر سامر 10 سنوات وعمر والدته 35 سنة، المطلوب فما، ما فما معناها مطلوب، فما نسبة عمر الأم إلى عمر سامر. ماما انتبهوا، انتبهوا هنا، أنا ما أستعجل وأرجع أقول لكم ما أستعجل بالحل. أنا شو علمتكم بالرياضيات؟ انه نمشي على البطيء بالرياضيات، ما استعجل، لان استعبر معلومه تروح عليه السؤال كله. طب اذا كان عمر سامر ايش قال لي؟ عمر سامر ايش قال؟ 10 سنوات. عمر سامر 10 سنوات وعمر والدته 35 سنه. اجي اشوف المطلوب شنو؟ راح اكتب الحل. لازم اكتب الحل، اتفق انا وياكم تكتبون الحل حتى يكون مرتب مالتنا الجواب. فما نسبة عمر الأم إلى عمر سامر؟ ماما الأم هي نفسها الوالدة، والدته هي نفسها الأم. تمام أمي؟ العمر والدته هي نفسها عمر الأم. انتبهوا على هذه، ما أخربط بين أصحاب الوالد الأم، هي والدته هي أمها نفسها. اجري نسبة عمر الأم، نسبة نسبة عمر الأم إلى
اتفقنا الى شنو خط كسري ما انسى من اشوف كلمه نسبه معناها افكر قوه بالكسور الى عمر سامر عمر منو سامر اكتبي سامر هسه احنا متفقين ما اريد كلام لازم اريد ارقام احط الخط الكسر امر الام شقد اللي هي نفس والدته ما انسى نفسها الوالده والدته شقد 35 سنه 35 سنه زين عمر سامر شقد عمر سامر ادور على عمر سامر 10 سنوات 10 سنوات دفعوا أمه ولاحظوا هذه إحنا مقلنا النسبة شنو هي؟ نفس النوع سنة في سنة سنة في سنة ما أخربط باعوا سنة في سنة ما أعطيني لون ولا أعطيني عمر ما أعطيني سنة في سنة ما هي معناها هذه النسبة هاي نسبتنا راح أحولها إلى هذه الطريقة هنا نقطتين شارحة يساوي أول واحد منه 35 أنزلها أول واحد الخط الكسري أقدر بعرف أسوي معقولة؟ خط الكسر راح يتحول الى نقطتين شارحه 35 جوا خط الكسر ايش قد 10 35 الى 10 هاي النسبه مال عمر سامر ووالده مثال ثالث مثال الثالث يقول صندوق يحتوي على 7 كيلوغرام برتقال و 4 1 على 2 كيلوغرام من التفاح ما النسبة المطلوب؟ ما النسبة بين وزن البرتقال إلى وزن التفاح؟ انتبهوا ماما، هسه تقولوا لي سيتسو هذا نوع مختلف برتقال عن التفاح. عندنا نوع وعندنا وحدة. من يجيكم؟ وحدة، وحدة قياس. كيلوغرام، كيلو متر. متر، سنتيمتر، غرام. أهم شيء عندنا الوحدة. أهم من النوع يعني اجعل وحدة إذا الوحدة مش شافت معناها سؤالنا يتكلم عن النسبة النوع عادي مختلف أهم شيء عندي الوحدة لأن الوحدة أول بعدين النوع الوحدة بالبداية بعدين النوع كيلو غرام أنتوا تشوفونها أول شيء حطي ورا الرقم كيلو غرام أمشي على الكلمة اللي ورا الرقم شوفوا هذا الرقم عندي كيلو غرام أشوف على الرقم الثاني هذا رقم من عندي، شنو وراه؟ كيلوغرام، شايفين لو مشاهين؟ مشاهين معناها امشي على هذا النمط، مال السؤال مالتنا، ما لي دخل بالتفاح والبرتقال، امشي على اول كلام اللي ورا الرقم، شنو عندي؟ كيلوغرام؟ كيلوغرام خلاص معناها مشاهين. راح اجي بالحال مالتي. الحل حيكون نفس الحل معناتها النسبة اجعل المطلوب شنو النسبة بين وزن التفاح إلى وزن ال شو أكتب؟ النسبة نسبة وزن التفاح إلى منو؟ وزن البرتقال عفوا وزن البرتقال إلى وزن التفاح يساوي هو قايل لي وزن الوزن شو اسوي على الوحدة اجر خط كسر وزن البرتقال ايش قد؟ 7 كيلو اعيد واقول لكم ما يصير كلام لازم احوله الى ارقام 7 كيلو غرام وزن التفاح ايش قد؟ وزن التفاح 4 و 1 على 2 4 و 1 على 2 كيلو غرام راح اجي شو اسوي؟ احوله الى مثل ما قلنا نقطتين شارحه عشان احوله الى نقطتين شارحه بس تقولي ست مو عندي كسرين ما اهتم ما اهتم الكسرين ماما هي نفس الشيء البسط يبقى بالجزء الاول قبل الشارحه والمقام بالجزء الثاني ما بعد الشارحه راح اجي انزل 7 هذا خط الكسر الكبير احوله الى نقطتين شارحه
منو بالاسفل بالمقام؟ اللي هو 4 × 2 حولت الى نسبة. تمام؟ شوف كيلوغرام كيلوغرام. مهتمين برتقال او تفاح؟ عندنا هالشيء الوحدة. هذه النسبة من هذا المثال. مثال الرابع. إذا كانت سرعة الدراجة، 10 كيلو متر على الساعة، وسرعة السيارة 8 كيلو متر على الساعة، جد. احنا كلمة جد معناها ابحث أو هو المطلوب، جد النسبة بين سرعة الدراجة إلى سرعة السيارة. كذلك نفس ذاك السؤال، مختلفة سيارة عندي دراجة، بس أنا قلت لكم انتبه على الرقم وشنو وراء؟ ما علي القيمة، على الرقم وشنو وراء؟ 10 كيلو متر على الساعة، أرجع على الرقم الثاني ايش قايل لي؟ تمام، انتبهوا علي، ايش أشرح لكم أنتم تسوون مثلي. 80 كيلو متر على الساعة، هنا 10 كيلو متر على الساعة، معناها بما شارين بالوحدات، صار عندي دراجة، صار عندي سيارة، ما عندي إشكال أنا، يعني عندي الرقم شنو وراء؟ وراء وحدة، فهذا المهم عندي. أرجع أشوف المطلوب شنو؟ جد النسبة بين سرعة الدراجة إلى سرعة السيارة. النسبة سرعة الدراجة حرف إلى شحولة، اسمع المدخول مالي إلى كسر إلى سرعة منو؟ إيش رايك؟ السيارة يساوي، لا تنسون اليساوي، أكثر من مرة نبهتكم إن اليساوي وجوده مهم. أسل الخط الكسر ينزل. بس ايش عندي سرعة الدراجة؟ سرعة الدراجة ايش قد رقمها؟ وين سرعة الدراجة؟ 10 كيلو متر على الساعة. سرعة السيارة بالمقام، ادور على سرعة السيارة اللي هي 80 كيلو متر على الساعة. هنا تمام، راح اجي يساوي بعضهم عند اختصار، عند اختصار اجي اما مباشرة احولها الى طريقتنا اللي هي النقطتين الشارحة 10 × 80. طلابنا 10 × 80 احولها الى النسبة اللي احنا متعلمينها، النقطتين الشارحة، وقلت لكم البسط بالجزء الاول والمقام بالجزء الثاني. النقطتين الشارحة هذه موجودة، بس هنا عندنا اكو اختصار، وانا علمتكم ان اذا اكو اختصار لازم اختصر بنهايه السؤال. زين يا ترى هو موجود يعني ضروري الاختصار؟ في بعض الاسئله ضروري، بس بالنسبه انت حر. يعني ست العفو سؤال، يعني ست هنا بالوزاره اذا انا اختصر يعتبر حلي صحيح؟ طبعا اذا اختصرت يعتبر حلك صحيح، او اذا ما اختصرت سمينا صحيح. نفس الشيء ماكو اختيار. نفس الشيء انت حر. تمام. بس وين موضوع النسبة؟ انت تمام، موضوع النسبة. بمواضيع اللقاط ما راح تجي احتمال احتاج باختصار، انا بغير عن غير السؤال مطول، غير مطلوب عندي. ست واذا اترك هيك هم يعتبر صحيح. هم يعتبر صحيح. يعني اذا تعتبر على الاصلي وتحول الى نسبة، هذا هنا صحيح، ما هو بس شيء يريد بس نسبة. وشيء يريد بس نسبة. بالاختصار شو راح يكون؟ بالاختصار شو حيقول؟ اني اجي 10 × 80 تلاميذ، انا شو معلمتكم؟ شلون يكون الاختصار؟ اشوف الرقمين بيا جدول مشتركين، بيا جدول احتمال اكثر من جدول. فاذا انا اكثر من جدول اختار الجدول الاكبر. اذا جدول واحد بعد هو جدول واحد، ما عندي خيار اخر. راح اجي 10 و80، بيا جدول مشتركين سهل، هو جدول العشرة. فعلى 10 بها 1، على 10 × 80 كم 10؟ بها 8. هسا احنا قلنا دائما اللي نشطبه يروح، اللي نخلي علامة شطب عليها خط معناها يروح. من الأصل هسا من الجزء الجديد مالتنا 1 على 8، 1 على 8 من أحول إلى نقاط شارحة، شلون؟ الواحد بالبداية، نقطتين شارحة اللي هو مال كسر،
تفهم بالاختيار راح ناتك. او اذا تريد تحل بهاي الطريقه هم صحيح، يعني تختار العدد الاصلي او من بعد الاختصار كلها تكتبها بهاي الطريقه هم صحيح ماكو اختلاف. ناخذ مثال اخر. تلامي شرحنا الامثله السابقه مسائل. احنا بالنسبه مو بس مسائل، مو بس مسائل راح يجينا، راح يجي يقول لي اكتب، مو مساله، ارقام موجوده اللي نحولها الى شنو؟ اكتب كل ما ياتي بصوره كسر اعتيادي. هو ايش منطقه ياها؟ على شكل نقاط شارحه، نسبه بس شنو؟ طريقه النقاط الشارحه. وهنا نعمل بطريقه الفارزه. ست يعني معناها الى هاي النقطتين. بالضبط، الى 48 الى 6. النقطتين تقرا 48 الى 6. تمام؟ سؤال شو يقول؟ هذا السؤال هو وزاري، دائما يجي وكل سنه يجي. اكتب كلا مما ياتي بصوره كسر اعتيادي، احولها الى كسر اعتيادي. راح اجي اول شيء فرع الف، شنو هو فرع الف؟ 48 على 6. شلون احوله؟ ماما سهلات وما يصير اضيع درجتي على مود لانه سهل اقرا، حتى السهل اقرا، لا تاخذ انه هذا سهل ما اقرا، لا اقرا لان مرات شو واقع بالسهل. وضغط الشاطر مدد. هسه نجي الحل 48 بما انه فرع الف، انتبهوا اذا في فروع اكتب فرع الف، الحل فرع الف، شو راح يكون؟ 48 نقطتين شرحها إيه؟ 48 إلى 6 شرحها حل في اليسار. إيش قايل لي؟ صورة كسر، يعني معناها شنو؟ خط كسري. هي يا أما نقطتين شرحي يا أما خط كسري. إذا بعطيك نقطتين شارحة حولها إلى خط كسري، إذا بعطيك خط كسري حولها إلى نقطتين شارحة. 48 هنا بالجزء الأول خليها معناها وين؟ بالبسط. معناها وين؟ بالبسط. النقطتين شارحة شو تحولت لي؟ إلى كسر، هو طالب مني بصورة كسر اعتيادي. على 6 48 إلى 6 حولت 48 على 6. هنا أنا أختصر أو ما أختصر نفس الشيء، بس أنا راح أختصر أنها متعلمين إذا نهاية الحل الكسر مالتي باختصار أختصر. باختصار أختصر. يساوي شلون اختصر؟ عشان عندكم تختصرون اشوف 48 على 6 يا جدول المشتركات 48 على 6 جدول الستة يا جدول، جدول 6 لا غير معناها اختصر على 6 على 6 بواحد على 6 ايش قد لي؟ 8. ايش راح يكون الكسر مالتي؟ 8 على 1. زين احنا الواحد هنا موجود او موجود نفس الشيء. ويساوي ايش قد عندي؟ 8. تمام ماما؟ هاي حولت بصورة كسر اعتيادي، هذا الكسر المطلوب مالتي. نقطة او فرع باء، فرع باء شلون راح احله؟ انتبه ماما فرع باء مهم وزارة. فرع باء راح اجي امسح انا فرع بثلاثة سنة و12 شهر، انتبهوا ماما احنا قلنا هدفنا منه؟ هدفنا الرقم، هدفنا منه؟ هدفنا الرقم، الكلمة اللي ورا الرقم، أهم شيء الكلمة ورا الرقم، سنة، وناش عندي؟ عندي شهر، مختلفات لا مختلفات، مختلفات هنا راح احتاج إلى تحويل وحدة من الكلمات، يا أما سنة إلى شهر أو شهر إلى سنة، راح أجي أنا راح أحول السنة إلى شهر، شلون أحولها؟ ثلاثة سنة. شوف ماما السنة كبيرة أكبر من الشهر، الكبير دائما عملية الضرب وياه. ثلاثة كلمة سنة تضرب كلمة سنة، ايش كم شهر بيها؟ أنا راح أحول السنة إلى أشهر، كم شهر بيها؟ بيها 12 راح يساوي لي ايش قد؟ ثلاثة في اثنين، إذا ما تعرفون تضربون عمود الأفقي أضرب شنو؟ عمود الرقم الكبير فوق ضرب الرقم الصغير، 3 في 2 6، 3 في 1 3، طلع لي الناتج 36، ماما عملية الضرب جانبية أخليها داخل مربع، طلع لي 36، أنا شرط أحول السنة إلى شنو؟ إلى شهر.
هسه حولنا، حولنا منو؟ السنة. راح اجهزها 36 شهر صار عندي. ثلاث سنوات فيها كم شهر؟ ب 36 شهر. فارزة 12 شهر. صاروا شهري ولا ما صاروا؟ صاروا شهري. راح اجي عادي 36 شهر. الفارز احولها 2 شهر تمام. صح هاي كسر اعتيال بس خليها وخطوة جديدة. فارز ايش احولها؟ الى نقطتين شهر راح قبل ما احولها الى كسر. 12 شهر يساوي 36 شهر نقطتين شهر راح تتحول الى خط كسر. ال 12 تنزل بالمقام شهر ينزل. هاي السالفة. أنا عليكم متعلمين إنه إحنا لا باختصار لازم أختصر. أنا عايزكم تختصرون لأن حتى تتعلمون على أيدكم تتعلم على اختصار بالمواضيع القادمة. أرقام كثيرة أستعين بالقسمة الطويلة. راح أجي على 12 فيها واحد، على 12 فيها إيش قد؟ فيها ثلاثة. ثلاثة على واحد. هذه النسبة تحولت. إلى هنا نختم درسنا موضوع النسبة من الفصل الخامس. أعزائي التلاميذ، في الدرس القادم سوف نكمل حل التمارين لموضوع النسبة.